مساكم الله بالخير، حلقة جديدة في برنامجنا على نار هادية. مساك الله بالخير يا أبو فهد. مساك الله بالخير يا أبو خالد. لقائنا اليوم مع شاعر معروف، كلماته عذبة، طول عمرك، مفرداته عذبة، حتى انتقاداته عذبة. الله يطول عمرك. أتعلم منه أنا الكثير، يعني من أساليب المخاطبة وطريقة الكلام مع الناس وطريقة احتواء حتى اللي ضايقه او يغلط او لا سمح الله. او سعود الفهد شاعر، طول عمرك وانت واضعك يا ابو خالد. وقبل هذا كله انت كويتي، واحنا في هذا البلد محتاجين نشوف مستقبلنا، محتاجين نطمئن على مستقبل عيالنا، محتاجين عيالنا يرتاحون، عشان إذا يعني غمضت عين الواحد يكون مطمئن وهو مطمئن على لبنان. وهذا جزء من مسؤولية الأب وجزء من مسؤولية رب الأسرة. تشعر أن في شباب محبطين في الكويت، تشوف الإحباط في عيون الشباب؟ والله أبو خالد، أول شيء شكرا على المقدمة، وهذا من تواضعك، لكن إحنا كأباء نشوف إن الأبناء أكيد محبطين، لأن هو دور الحكومة إنزين، ودور الأسرة، دور الأب ودور حتى الأم إنزين. إيه؟ الأسرة لما يكون لها خطة بعيدة، الشاب يمكن يقرأ أكثر مني ومنك أبو خالد، يقرأ حياته بهالخطوط العريضة اللي وضعتها الحكومة إنزين. كذلك دور الأب يعلمه الصبر، يعلمه حب الوطن، يعلمه أنه يعدي العقبات اللي قدامه، دور الأب ودور أيضا الحكومة. لكن 60% أو أكثر أو 70% يحسون بالإحباط مع الأسف الشديد. وأنا أذكر يعني إحنا يعني كأب أو كشعراء نقول قصائد من هالنوع، من هالموضوع هذا، يعني ننصح أولادنا، ونعتبر كل شباب أولادنا بحكم السن اللي يعني الآن إحنا فيه، كل شباب الكويت نعتبرهم. يا ريال تجدى الحين أبو خالد، تخطينا مرحلة والله، سنين راحت يا أبو خالد. زين أبو فهد، عندك شيء من قصيد جديد عن الأمل، عن الحياة؟ بالضبط، أنا أذكر يعني آخر قصيدة كنت أخاطب فيها ولدي فهد. أنت بعيد شوي عن الشعر على أيام ولا؟ لا أنا موجود بالشعر، موجود بالشعر، لكن شوف الشعراء لما يعني مارسون الشعر بالشكل الصحيح يصير عندهم شبه غرور ذاتي إن صح التعبير. زين. فما يرضى بأي قصيدة بخالي. ما يرضى. غرور ولا بحث عن الجودة؟ بحث عن الجودة. أيه؟ زين، بحث عن الجودة، لكن زين. يبقى أنه ما يرضي أي قصيدة، القصيدة اللي ما فيها حكمة، ما فيها صورة، ما فيها معنى جديد، أيه؟ ما ينشرها، فلذلك حتى لو يكتب ما ينشر. فممكن يظل يمارس الشعر يبي يكتب لكن ما ينشر. بالضبط، يبي شيء يحمل اسمه. مثلا الحين لما تكون مثلا وليد الجاسم مستمر بالشعر سنين طويلة، مثلا لما يطلع وليد الجاسم، طيب ايش قده؟ الخبرة وين هي؟ يعني المعنى الجديد وين؟ الحكمة وين هي؟ فسواء بنصحة وبعاطفي أو وطني بأقراض الشعر. زين، ايش قلت حق ولدنا فهد؟ ايه، في قصيدة اللي طول عمرك هذه توني والله خلصتها وجبتها، قلت أتشرف أني أقولها بهالبرنامج. يقول: اسمع فهد، يا بعد عيني عيونك، غلاك يسري في حشاية ولا انفاس، وشي حياتي يا حياتي بدونك، بوصيك يلي سمعتك ترفع الراس، في ونتك حذراك لا يسمعونك، كم واحد وده لي طحت تنداس، في ونتك حذراك لا يسمعونك، كم واحد وده لي طحت تنداس، لو تكثر الحساد لا يشغلونك، لا تسمع اللي كلمته مالها اساس، اللي فشلت الناس ما يحسدونك، لولا نجاحك ما يحسدونك الناس. الله.
اللي فشلت الناس ما يحسدونك، لولا نجاحك ما يحسدونك الناس، اضحك وبوجه عداك لا يزعلونك، اجعل عدوك يدخله كل وسواس، ولو تنطعن لازم تخفي يطعونك، ولو تنفقر حذراك تعلم بالإفلاس، استر رفيجك كان خابت ظنونك، وعن مجلسه اطلع مطاليع قرناس، احفظ صداقة واحد ما يخونك، صداقتك لأهل النواميس نوماس، أهل الرداء لو صحت ما ينفعونك، خلوك كنك يا فهد طاب خلفاس، جوعك ولا زاد هله يكرهونك، الباس غيرك ما يجي قدك الباس، تجيك ساعات تكذب عيونك، دنيا تقلب ما عرفنا لها قياس، واللي يطيح يقوم لا يحبطونك، كمل مسيرك لا يجي قلبك الياس. الله طول عمرك. يعني جميل ان الاب يكون حافز طبعا ودافع ويعين ولده على تحمل العثرات بالضبط. ويعين ولده على النهوض من جديد ويوعي بهذا الشكل. طبعا ابو خالد احنا يعني الدنيا جامعه كبيره، مدرسه كبيره، اي احنا تعلمنا، احنا جتنا صدمات زين وعدينا شيء وشيء ما قدرنا يمكن، وعيالنا بينصدمون وعيالنا بينصدمون اي، لكن احنا نختصر هالمشوار ونقدمه لهم زين يستفيدون منه. دائما اللي اكبر منك يفيدك لان جرب، يسمعون النصيحه الشباب، يسمع البعض، يسمع البعض، يسمع اي انزين الشعر ما زال مطمع ومطمح عند الشباب فهد؟ طبعا الشعر اللي يكتبون الشعر الان كثروا وايد. إيه. طالع انت الحين لما انك مثلا تكتب قصيده يدش عليها ناس كثير، فاول الله يطول عمرك، اول وسائل الاعلام مو مثل الان، اي الان القصيده يمكن اقولها اليوم توصل الدول العربيه بنفس اليوم بنفس الدقيقه. صحيح زين صحيح اي، فتلقى السوشيال ميديا وسائل التواصل، بالضبط وسائل التواصل هذه طلعت نجوم من اول الاعلام محتكر، لازم لك علاقات ولازم ولازم ولازم، الان لا اعلامك بيدك ما تحتاج، اذا انت مبدع توصل. في مبدعين شباب، في مبدعين، في شباب توسم فيهم خير. إيه؟ شايف إيه؟ نهوضهم. شوف طال عمرك الشباب الجدد أعجبني فيهم شغلة، أنهم يبحثون عن المعنى، يبحثون عن الفكرة. إيه هي الفكرة جديدة، كل واحد يبي فكرة جديدة وهذا من حق، ما يقولك أنا ما أبي أصير كوبي الفلان من الناس، لسعود الفهد ولا الزيد ولا العبيد، أبي أكون لي خط جديد زين، يمكن أنه تأثر في الشعراء القدامى مثل ما تأثرنا احنا فيهم زين، لكن يبقى انه لا يرسم له طريق، يرسم له طريق ويمشي فيه باسلوبه بفكره، يدور الفكره الجميله يبحث عنها. ما تراجع، انت ما تتفق مع اللي يعتقد ان الشعر تراجع والادب تراجع والثقافه تراجعت؟ لا ابو خالد، انا اقول يعني احنا بحاجه الى ذويقين. اي يعني احنا بحاجه، الابداع موجود. وين الذويقين؟ وين الذواقه؟ في بس احنا نطمع باكثر. احنا كشعراء نطمع، يعني عندك في بعض القصائد تدخل عليها ملايين. انزين كمتابعين. كمتابعين. يعني انا اذكر وراني واحد حرب البعيد، واحد الصف يا حمود، بس البلا يا حمود حرب القرابه، لقيت داش عليها بجوجل 4 ملايين عفوا. أربع ملايين الحين لو تدش عليها فيها 4,500,000. إنزين كونها بهالقوة ودي أسولف عنها شوي وأسمعها أيضا، بس خل نطلع فاصل صغير ونرجع إلى حرب القرابة. إن شاء الله يا وهاد إن شاء الله. فاصل.
تعرضت هالقصيدة لوايد مشاكل. يعني أنا كنت من اللي متابعين هذه القصيدة، وصار عليها لغط في الكويت وفي دول أخرى وفي أطراف يعني متعددة نسبت هذه القصيدة إلى نفسها، يمكن بسبب نجاح القصيدة، بسبب توارد خواطر. شو السالفة أبو فهد؟ لا، القصيدة هذه الله يطول عمرك، أنا قلتها أول ما قلتها ما حد يعني مرت كقصيدة عادية، لكن تداولوها المتذوقين والأدباء سواء في الكويت أو في المملكة العربية أو في دول الخليج. نعم. تكلموا عنها، عطوها يعني شهرة لما تكلموا عنها شعراء كبار. بعدين سبحان الله تعرضت إلى أربعة اللي خذوها، أربع أشخاص. ثلاثة اعتذروا، اعتذروا وإحنا آسفين وكذا، وخلاص انتهى الموضوع. بس بقى واحد اللي ما اعتذر، ورفعت عليه، اضطريت إني أرفع عليه قضية. القضية والله أبو خالد يعني علشان سمعتي أنا، مو عشان قصيدة. عشان لا ينقال عنك إنك ناسب قصيدة مهلك يعني. بعد هالعمر. فصارت محكمة، وأنا أشكر القضاء السعودي من هالمنبر. فالقضاء السعودي نسبها، ثبتها لي، لأن أنا عندي أدلة، هذاك ما عنده أدلة، عندي نشر وعندي كذا. وسبحان الله اللي ما أخذها هو في يعني في يوم من الأيام قبل أن نرفع عليه قضية ناشرها باسمي، ناشرها باسمك، مرتوت لها باسمي ومعجب فيها، وبعدين أخذها. فسبحان الله هذه من ضمن الأدلة اللي أدناها. فتعرض هذا لسجن وغرامة وغيره يعني. وهذا ما هو موضوعنا، موضوعنا حرب القرابة. ليش حققت هذا النجاح في المتابعة؟ نقدر نسمعها أبو فهد؟ أبشر أبشر. هذا يقول: يلي سألت سعود، خذ كلمة سعود، مفروض جرح الروح محد درابه، حرب البعيد وحد الصف يا حمود، بس البلا يا حمود حرب القرابة، حرب البعيد وحد الصف يا حمود، بس البلا يا حمود حرب القرابة، اللاب هاللي بينها الهرج موجود، أشهد شهادة حق مهي بلابة، هرج القفة بالناس عيب ومنقود، كلمة وتكبر لين تصبح طلابة، يا بلاش بها العاقل من أفعال مقرود، الجاهل اللي ما يحس بحسابه، والبيت لا شيد على كذب وجحود، مهما كبر يرجع على أصله خرابة، يلي تقول إن الفهد ينجب فهود، ما كل نظرات الأوادم تشابه، الطيب ما هو ورث يورث من الجدود، شوف كم ذيب ما يعقب ذيابه، كم واحد اسمه مع الناس موجود، عقب عيال في ضلال وكآبة، عندي على هذا براهين وشهود، بعض الشباب إبليس خيب شبابه، كم واحد يجهل هو شايب عود، يتبع هوى نفسه ويجهل صوابه، الجود ما كل ترى يقدر الجود، ولا الردى يا حمود مفتوح بابه، الجود ما كل ترى يقدر الجود، ولا الردى يا حمود مفتوح بابه، يا حمود ما خلنا مواثيق وعهود، لا والذي للناس نزل كتابه، ادمع خطم ساعد علشان مسعود، اسكت حياة مهو بخوف ومهابة، والصبر له حكمة وله وقت وحدود، اصبر على العجة برجوة سحابة، ومن لا يعشق المجد ما يكسب الفود، هذاك خبل ساتراته ثيابه، العيون بنت العز لعيونها السود، الذل محد من ربوعي رضابه، حنا ترى يا حمود حماية الذود، يوم الليالي يا ابن عمي انهابه، يوم انها ما بين سيف وبارود، سدنا رعاك الله في شرع غابه، واليوم صارت كلها سهود ومهود، نركع الوجه الله ونرجي ثوابه. سلام. اللهم امين. صح لسانك يا ابو فهد. طول عمرك. سؤال الحين انا احضري وفهمت القصيدة بيت بيت. طبعا ما واجهت مشكلة القصيد النبطي أو الشعبي أو مرتبط بانتماء اجتماعي معين، هل هو للقبائل وليس لغيرهم، ولا أمر متاح؟ يعني أنا أذكر كبار السن من أهلنا كانوا يتابعون البرامج الشعرية طبعا، ويفهمون كل ما يقال. إحنا يمكن صغار ما نلقط كل كلمة. أبو خالد، البعض الحين يقول لك الشعر للحضر والشعر للبدو والشعر، هذا مو صحيح. مو صحيح. مو صحيح.
يعني لو ترجع للشعراء القدامى الأغلبية من شو من, من من أبناء الحاضرة. أي زين شعراء الفطاحلة الكبار زين، فما هو مرتبط بحضر وبدو. لكن الشعر إحنا نقول أن الشعر النبطي لجميع الدول العربية مو بس الجزيرة العربية. زين. صحيح. لأن لو ترجع الله يطول عمرك سلمك خلنا نشوف الشعر الفصيح. الشعر الفصيح هو كان الكلام الدارج. الكلام الدارج. فالشعر الفصيح هي. كان في يوم من الأيام شعبي باللغة أو باللهجة الدارجة. بالضبط. كأن الشعر الشعبي. الآن هي. الآن الناس حبت الشعر مو شرط إنه يكون خليجي. زين شوف كم شوف السودان كم كمية الشعراء، شوف سوريا كم كمية الشعراء النبط، شوف لبنان، شوف مصر. مصر. سينا وما سينا. إيه شعراء فطاحلة في مصر. نعم. زين فطاح شعراء نبط أنا حاجيك. زين. فالشعر ما بنفس طريقتنا. نفس طريقتنا. بنفس أسلوبنا. بنفس مفرداتنا. بالضبط. يختلف من شاعر إلى شاعر أبو خالد. وهذه إيه حسب موروثة وحصيلته. إيه. الآن الشاعر البدر نصر البدر. شاعر حضري لما تجي لما يقول يا راكبين أكوار ست تبارى كيمن على كيمن من القفر ضمار إلى ما تفهم شو يقول تحس أي. إن هذا ما عمره شاف مدينة أي وهو ابن مدينة ابن مدينة. زين لما تشوف مثلا صقر أنصافي عاش بالمدينة صقر أنصافي يقول وجضتي وجوطي وجضيضي وقلبي اللي بين الأضلاع جاضي يجوض له في مكان حفيظي ولا جاذ ردتها الضلوع العراضي أحد من اليصوب من الناس حيضي أنا اليصوب تمالي محاضي. فلما تسمع هذا صقر صافي من أفضل الشعراء لكن شوفه هني ما تفهم شو يقول يعني تضيع أي. معه سواء أنت حضري ولا بدوي تضيع معه. لكن لما 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 تجي في بعض قصائده اللي هذب الكلمة صقر صافي تعيش معها. الشاعر الشاعر اللي بعضهم يقول لك انا اكتب لنفسي لا مو صحيح انت تكتب لنفسك انت تكتب للمجتمع اذا ايه؟ تكتب لنفسك لا تنشر خلها لنفسك خلي عيالك يقرثون هالقصايد ما حد يشوفها. فالمفروض القصايد تراعي المجتمع بالضبط. تراعي المتلقي تكون بالضبط. مناسبه وسهله ويمكن بالضبط. هذا اللي سهل علي بالضبط. افهم القصيد من أولها لآخره اللي انت قلت. لازم أبو خالد أنا إذا إذا إذا, إذا المتلقي ما فهمني كيف يعجب فيني وهو ما فهمني ما يعجب فيني ما يعجب فيني مهما أقول له من حكم ومن إبداع مو فاهم الإبداع شون يجي معي. إحنا تعودنا في الكويت دائما نطلب من الحكومة الدعم في التعليم مشاكل نقول وين دعم الحكومة في الشوارع مشاكل وين دور الحكومة نعم. في وغيره 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 الشعر محتاج إسناد الحكومة اليوم كل شيء محتاج للحكومة كل شيء محتاج للحكومة أبو خالد. إحنا شعراء ما نلقى شيء يعني إحنا شعراء خلك من المادة إحنا دائما ندافع عن البلد إحنا اللي لكن في مفروض لنا تنظيم يعني نكون منظمين. زين احنا اللي بكل شغله عن الكويت احنا نتصدى لها شعريا. زين صحيح في كل محفل ففي دور وطني زين. مطلوب من الشاعر في دور بالضبط اجتماعي مطلوب من الشاعر هو يقوم بدور الشاعر يعني خلينا نقول 70% 80% من الشعراء يقومون بدورهم. لكن انت بضرب لك مثال شوف خلف هذال زين خلف هذال لما صارت أزمة الخليج زين كان إعلام متنقل يا رجل أي. كان إعلام ولليوم يعني يتبادلون ذيك القصائد بالضبط. وصارت علامات مميزة حتى مميزة. في التاريخ الكويتي مميزة. السعودي أي. أنا أذكر في حفل كبير صار وقصدت أنا وقصد خلف هذال وقصد شعراء من الخليج كان الشعر يزعجهم من يزعج
يزعج اللي كان ذاك الوقت اللي غازينا، احنا كنا نحكي بالغزو، كنا ندافع فيهم زين، الى انهم تصدق يعني في ذاك الوقت العراق، ولا حين العراق صرنا وياه يعني ان شاء الله ان تعدينا ان شاء الله زين تعدينا الجروح، الى انهم جابوا شعراء وهيئوا شعراء وسبوني وسبوا خلف وسبوا كثير من شعراء الكويت زين، دليل انه وصل يعني شعرنا وصل، صح الرسالة وصلت، الرسالة وصلت والاحتجاج وصل، وصل انزين وممكن يلقى صدى عنده بالضبط والله، لهذا هو محتاج يواجه. هي رجل جاب من كبار شعراء العراق قال سبوا فلان وفلان وفلان وفلان، احنا استنسنا انهم سبونا، درينا ان الرسالة وصلت وصلت محشوم كل الاحوال. اي الله يطول عمرك. فالشاعر شاعر ثروة، الشاعر ثروة، اول شيء تحتاجه بالنصح، تحتاجه بكل شيء، تصدق انت في شعراء كانوا علامات فارقه على مر التاريخ بالضبط. يعني انت يعني تميز الامويين بشعر، تميز العباسيين بشعر، تميز الفاطميين يعني علامات فارقه في دول اخرى يعني. اقول لك ابو خالد شيء يعني بالنسبه احنا تطرقنا للحكومه، الشاعر يبي تكريم معنوي مو مادي زين، حتى لو كان محتاج مادي زين، لكن انت كرمه معنوي، المعنوي يسوى وايد. ايه طبعا يعطيه يدفع. مره فكروا روحة. مره فكروا قبل سنتين او ثلاث سنين زين، قالوا بنكرم مسعود الفهد زين، تصدق بالله هم يسمعوني الان، المسؤولين الان يسمعوني زين، تصدق بالله كرموني ما نادوني لتكريمي قسما بالله الآن يسمعوني. طاية هذه خل نطلع فاصل، نطلع فاصل صغير ونرجع نحل غطاية هذه يا أبو فهد. أبو فهد قبل الفاصل سمعت غطاية منك أرجو أني أفهمها، تقول أنا ماني فاهمها كرموك وأنت أبو خالد ما حضرت التكريم، مع الأسف أنا ماني فاهمها عشان فهمك إياها. أنا اتصل علي الأخ نصار الخمسة، ونعم أيوه يستاهل أبو خالد يستاهل. أي قال لي ليش ما جيت التكريم؟ قلت أي تكريم؟ كان في ديوانية شعراء النبض، ديوانية شعراء النبض ايه؟ قبل ثلاث سنين او سنتين ايه؟ الحكي يعني ايه؟ قريب يعني، يمكن هم دازين لك رسالة على خط ثاني ولا شيء. لا والله لا والله ابدا. فانا يعني انا يعني انت مسوي حفل هالحين ما تسأل الضيف بيجي ولا مو يجي، نسقته معه ما نسقته معه، انت الان في برنامجك ابو خالد ما تسأل سعود الفهد جاي ما جاي، وش قالكم ما قالكم، كم الساعة بيجي، ما يصير. المفروض تتصلون عليه ثلاثة اربع والله نبي نفهم القصة ان شاء الله. ايه نسأل عنها ايه قال لي ليش ما جيت؟ قلت له اقسم لك بالله ما ادري ما ادري. انزين ابو فهد الفنون الشعبية بشكل عام ليش اختفت او خف اثرها صداها؟ يعني اول من المشاهد المحببة لما نشوف مثلا المسؤولين والوزراء والشيوخ واقفين بمناسبات وطنية، العرضة مثلا اليوم اختفت، هل المجتمع ما عاد محتاج هذا النوع من الفن الشعبي، ولا احنا اللي مقصرين معاه وما عطيناه حقه؟ والله يعني في من كل الكلام، المجتمع الآن تغير شوي أي. لكن احنا ما فعلناه، احنا نسيناه زين، احنا نسيناه. الآن لو تجيب قلطة من هو اللي بياخذ السيف ويعرض؟ مو عارفين لها اصلا زين، وما فعلناها، ما توارثناها، ما ورثناها احنا أي. توارثناها ما ورثناها أي. ما ورثناها. في عندك العرضة، عندك المجيلسي، عندك الفرنسي، عندك السامري، عندك اشياء ابو خالد يعني هذا موروث، موروث. ليش يندثر؟ اي والله يعني زين ترى يعني في فنون جميله جميله جدا، عطني بلد بدون موروث ما في اصلا. انت الموروث مالك هو العلامه الفارقه اللي تميزك بالضبط
زين يعني اللي ما عنده تاريخ يشتري تاريخ بالضبط. احيانا اي نعم تاريخك في دول الان في دول بدون طبعا ذكر اسماء والله يشترون تاريخ اي حطوا واحنا تاريخنا موجود احنا موروثنا كله ضاع. زين شنو المطلوب؟ شنو الجهد المطلوب؟ المطلوب دور ديوانية شعراء النبط وين؟ الجهات الثقافية وين؟ بالضبط أنا أقصد المسؤول المعني والله ما أدري هنا ضايع الحسبة عندنا لكن إحنا نبي موروثنا نبي وأعتقد هي دعوة مستحقة ومطالبة مستحقة وبالفعل إحنا نبي لازم يكون في التفات لهذا النوع من بالضبط بخاطر هذا موروث الكويت أي واحد يقول أنا كويتي هذا موروثك يا أخي ورث لعيالك خلي عرف موروثه ثاني ترى موروثه فيه رجولة أي. زين وش اللي ينقال من كلمات كله بحب الوطن تطري على بالك كلمات عرضة من العرضات تحبها والله يعني يقول مرشد البذال يقول حنا فدايا البلد الدار تشرع علينا وقت اللوازم نبيد حنا فدايا البلد الدار تشرح علينا وقت اللوازم نبين كوبان يلي قعد ما شاف فعل النشام على الطامة العائلي فهذه يا أخي تغرس بعياننا شيء رجولة حب البلد حب التضحية والفداء يضحي بعمره لأجل بلده أبانا وأجداده ضحوا ومتى يعرف الأحداث من العرضة اللي إحنا ما نبي نزعل أحد حتى لو عرضة فيها تسيء لطرف ثاني احنا نتجنبها نجيب عرضه ما تسيل احد اي لكن عرض تهتم بنفسك مو بغيرك احنا ما نبي نسيل احد وكل الجراح تعديناها ما نبي شيء بس ان نبي حب الوطن حق لنا ان نحب وطننا ونور وين موروثنا ما في والله سؤال مستحق وين الموروث يعني بلد لو يسال مثلا اي وزير مختص وشنو موروثكم شو بيقول لي قص لي قصه ما راح يشوف موروث. وهذا خطأ. خطأ. إنزين الفرق الشعبية اللي موجودة اليوم، أكو فرق أنا أعرف قاعدة يعني تكافح للبقاء. يعني أكو فرق يعني يجمعهم يعني العلاقة الشخصية المشتركة، المحبة، ربع ديوانية ومحافظين مع تراثهم واسمهم وقاعدين يبذلون جهد كبير جدا للبقاء. لكن غاب دورهم تقريبا بالاحتفالات الرسمية أكيد أبو غاب دورهم بال أبو خالد يعني أنت إذا تبيني يومي ودايم ومناسبات وعندك تدريب وعندك كذا وعندك حفظ وعندك مدري شنو يا أخي أعطني شيء عشان أجيك هذا بعد يحتاج هذا اللي بالعرضة يحتاج عنده أسرة بكد عليه مو مستعد يجي إيه طبعاً ما في دعم أبو خالد ما في دعم عطني الحين اي فرقه كم فرقه نعرفها بدون اسامي معنا مسمي راحت تبخرت ليش صح تبخرت صح ما في احد واللي ظل قاعد يقاسي يعني ويعاني عشان يظل موجود بالضبط وانا قاعد اشوفهم يعني اعرف بعضهم شو اللي خلاهم شوي بس يعني يستمرون وراح يروحون بعد الافراح أيه. الأفراح أسأل الله إن شاء الله أيامك وأيام المشاهدين أفراح وهذه بعد مع كورونا خفت القصة طيب من بيكد هل يجي يجي ويشيل له عرضه ويشيل كذا عند التزامات هذا هل شأنه حكومة والله الحفاظ على التراث المفروض من صلب اهتمام الحكومة وتنمية الروح الوطنية بالضبط. والمحبة بالضبط. للبلد بالضبط خل نكسر فضل. من حب البلد إلى الحب الغزل الغزل وفهد عندك كلمات غزل ايه؟ أنا أذكر تنومني بالشارع كبرنا لا خلاص تحمل نروح عند الحلال رحت عند الحلال أنا بكفالتك وفهد أنا أذكر ما أنا ما أحفظ شعر مع الأسف ما عندي هالملكة لكن أتذوق أذكر كنا هي قصيدتك اللي تقول أول مرة أعرف إن الورود تقطف بعضها. إيه إيه. ها؟ خلنا نحيي شوية. إن شاء الله. شوية رومانسية وفهد. كافي توتر وسياسة. إي والله. ها؟ إي والله. نستأنس. إحنا أدمنا التوتر. إيه هذا يعني يقول عز الله إني شفت لي منظر زين.
زين. في صدفة ربي علي فرضها. فرضها. ريحانة تمشي بوسط الرياحين. الله. يهزها النسناس لا من عرضها. وردة وتقطف من ورود البساتين. أثر الورود أحيان تقطف بعضها. وردة وتقطف من ورود البساتين. أثر الورود أحيان تقطف بعضها. بين الترف والغنج والملح واللين تشر علي وما عرف ما عرفتش غرضها. وراحت وقلت استحلفت لا تروحي خلت معي قربة الروحي نهضها. الله. بس رفضت يوم قلت أنا وش تقولين أكيد ترفض بس ما حد رفضها. يا سلام يا سلام. نعم عمرك أبو خالد. ما يسبب لك مشكلة مثل هالنوع من الشعر شيء؟ مشاكل عائلية أسرية؟ لا شوف أنت بتسببني بس يعني أشوى زوجتي واثقة من نفسها فتطوف. الحمد لله الحمد لله. زي أبو فهد وينك عن الكلمة المغنات؟ الغناء شعر الغناء لا مواصفات معينة لا وزن معين لا أداء معين. هو يعني الشعر الغنائي نوع يختلف عن الشعر النبطي ولكن الفنانين غنوا النبط غنوا النبط وأكثر الأغاني الضاربة نبطية. إنزين نبطية. أنا والله كلمني كثير من الفنانين ولكن العيب مني أنا مو منهم. شلون؟ ما أول شيء يا أبو خالد في ذاك الوقت إحنا عندنا أمسيات بكثرة نروح للإمارات نروح لقطر نروح للبحرين خصوصا البحرين زين للسعودية بالكويت على طول أمسيات أمسيات فأنت يعني تنشغل وبلقاءات تلفزيونية إذاعية صحافية يعني بالصحف ذاك الوقت كانت الصحف لها وضعها فإحنا مشغولين. فلما تعطي لك فنان أنا أذكر حتى طلب مني عبد الكريم عبد القادر مسيه بالخير الله يحفظه ويمسيه بالخير طلب عن من طرف واحد أنا ما واجهته شخصيا طلب القصيدة اللي يقول ناديت باسم تتالي الليل ناديت ناديت بعلى الصوت ليتك سمعتي ليتك سمعتي نبرة الصوت يا ليت لو سمعتي نبرة ما هجعتي إلى آخر القصيدة. فكانت لما تعطي الفنان أكيد تستمر معاه بالتسجيل وتستمر مع غيره وغيره يفتح أبواب لا وثانيا راح تقول له لا هذه غير الكلمة هذه كذا هذا انكسر البيت هذا وكذا هذا منك وهو يحتاج وجودك بعد لأنه يغيرون أنا أسمع حتى قصائد كبرى يعني يغيروا أحيانا كلمة ما تيوزلة أحيانا يغيرون عشان وزن معين بالضبط يضطر يغير فيها. فذاك الوقت يعني ما أقدر إني أتابع قصيدتي ما أقدر أتابعها فكانت الأمسيات ذاك الوقت ضاربة أبو خالد كانت أمسيات يحضرونها بالآلاف. والله أنا حضرت أمسية قديمة تشاركت فيها ومجموعة من الشعراء يعني كان جمهور متذوق ويصغي باهتمام وتشوف تقرأ المتعة بعيونه. أنا أحيانا بمثل هالحالات أحب أشوف رد فعل الناس وتفاعلهم أستمتع بهاللحظة تشوف أنهم فهموك تشوف أنهم استجابوا معاك تشوف أنهم صعدوا معاك وحزنوا معاك وضحكوا معاك وحافظين قصائدك الأول يطلبونها ويكملون معك وكذا. الأمسيات أول ناجحة لكن هل الآن اختلف الوضع؟ الحين لو يقولون لي في أمسية أنا ما أروح. ما تروح أمسية؟ ما أروح إلا عاد إذا ممسية أقتنع في تنظيمها 100% وهي صعبة يعني صعبة لأن الجمهور أبو خالد الحين أنت تبي سعود الفهد دش على موقع سعود الفهد واسمع منه. لا بس أحيانا التفاعل المباشر غير وإلا يعني مع الفارق كان الفنان اللي على المسرح ما يعني اكتفى بالتصوير يعني هم أنا العلاقة المباشرة جميلة جدا. هذا هو المفروض كلامك أبو خالد هو المفروض أنه يصير. أنا الله يطول عمرك يعني أشوف أمسيات شعراء جميلين شعراء مبدعين ما نجح فالخوف من هذا فصعب أنك
بعد مشوار طويل وبعد زحمة العالم عليك تجي ما عندك إلا سطر أو نص سطر، فسبب لك إحباط مهما كان. يلا نوقف نطلع فاصل، قاعدين يقولون لي يبون يطلعون فاصل جماعة، نطلع فاصل ونرجع. ابو فهد. ابو خالد اعذرنا يا اخوي، طول عمرك انت العاده مفاطيح جعل طويل وذبايح وقعدان، واحنا الله يطول عمرك يا اخوي. هذا عشانه، هذا ألذ من اللي تذكرت. ان شاء الله عليك يا ابو خالد. هذا يا ابو فهد خالد، انا اذكرك من سنين يعني تطبخ. تذكر مرة طلعنا، وين رحنا؟ كنا بالسعودية. السعودية بعنيزة أو شيء. عنيزة أظن. إيه. يوم مجبوس الفقر. أي والله. والسوالف. كانت أيام والله. كانت أيام. أيام جميلة. أذكر واحد أبو خالد، كنك تذكره، سوالنا بيض مفيوح مسلوق. غدال إيش رأيكم بالبيض؟ إيش رأيكم بالبيض؟ كنا يبغى مسلوق ما يعرف. وفهد انا بقط المنت غريب. ايه اريح لك، خل نريح مدام اريح لك. ها قط القحفيه وخل الامور. شوف طال عمرك تسلم، راح نحط شويه فلفل نوعين الاحمر. شنو وشويه الأحمر؟ فلفل. ها فلفل إيه، بس فلفل بارد. شوف شوية ثوم. ما ودك نستعيد أيام عنيزة؟ كيف تبينا نروح؟ لا حياك هني. أنا والله عندي مشروع بفتح هناك مطعم أبو خالد. أنا شفت حلقتك اللي قبل، أنا جيت بدري. شفت حلقتك اللي قبل حلقتي هذه، ما شاء الله تبارك الرحمن. فكرت افتح لازم مطعم. ننوع يا ابو فهد. انت تطبخ وانا حاسب. ها الحساب عندي ابو خالد. تحب المشروم؟ اي مشروم. ها تصدق المشروم عليه من طعم الفقع؟ اي ترى ابن حمه يعني ما يفرق والله. نحطه قبل أنا مركز بالقص. هذا زيت زيتون. زين هذه لها اسم أبو خالد ولا كذي؟ والله سندويشة ستيك. ايه. أنا أحب ال. عسى ما نعطبك بس. لا لا لا. ما عليه. لا لا. ما شاء الله ريحة حلوة. نبي وين أغراضنا؟ أيوه. شوف يا طويل العمر هذا شنو؟ هذا ثوم بودر. أيه. وهذا فلفل اسود. انا ما احب المطحون الجاهز طبعا، هذا استانس اطعم ينطحن يروح حزة حاضر. وهذه اعشاب. أنا ما كثرت مشروم لكن راح أنزل وياه يا طويل العمر بصل. تحب البصل؟ إيه بالحمسة يجملها يضيف لها. فهد لحم التيس يمدحونه، وكوني انا وانت يعني من يعني انت استاذ وانا تلميذ في عالم تربيه الحلال. ايه لذيذ الحلال. شو تفضل من اللحوم؟ لحم التيس ألذ لما يصير صغير ابو خالد. ايه ألذ واقل دسومه، اقل من الخروف. خروف دسم. ايه البقر ما
مو لهنا يعني ماني معاها لهناك، احيانا قليل يعني احيانا مطعم اطلب ستيك بس ماني وياها يعني كثير. بس احب سلمك الله التيس. الحين كاهو روح وشريحة أبو خالد والله عاد هذا ما في روح. زين لحم شلون تربية الحلال أبو فهد؟ والله متعبة يا أبو خالد متعبة، لكن هواية ونحبها يعني أنت ما أنت مبدع بس بالشعر، يعني أنا خلكشف يعني بعض الأسرار. أنت من الناس اللي سووا عمليات تطوير كبيرة على الحلال وطلعنا يعني فصيلة جديدة الحين معروفة حتى بالخليج يسمونها الأغنام المطورة أو الماعز المطور. بالضبط. بس في وجهات نظر، يعني في ناس يقول لك يا أخوي يا أخوي أنت أفقدت الحلال فصيلته، يعني المعزة العرضية عرضية، المعزة الشامية شامية، لكن أنت اللي سويتوه اللي سويتوه يقول دخل الأمور على بعض. وفي وجهات نظر تقول لا يا أخوي قاعدين نطور البيور موجود الحلال. أيوة والبيور موجود على وضع موجود يعني ما عليه شيء ما عليه شيء. تبي إذا مو عاجبك هذا أخذ من البيور. إيه بس أبو خالد بعد التركيب زين طلع اللحم أوفر طلع الحليب أكثر. يعني التطوير مو بس للشكل. لا لا فهد. لا باللحم صار أوفر الحليب صار أكثر، يعني إذا هذيك تحلب كيلو كيلوين هذول يحلبون مثلا 6 كيلو 5 كيلو. أي فأفضل كل الدول تركب أبو خالد. شوف يعني كل الدول الكبيرة تركب تغير بالحلال، حتى في الإبل حتى في الجمال غيروا أبو خالد. في ناس ينتقدون ارتفاع الأسعار ويقول لك المطور والسعر الغالي حرام خاصة بالفحول، بس أنا لما شفت بأمريكا بأوروبا هم قاعدين يبيعون بأسعار بأسعار مو طبيعية، يعني في مزادات مخيفة قاعدة تصير وأسعار مخيفة وخالد كل شيء نادر قاعد ينضبطك. ايه اشتغلت النار. اي كل شيء نادر غالي كل شيء كل نادر غالي كل شيء طبيعي بالحلال وغير الحلال. يطالع في بعض الجمال يوصل ملايين، حتى بالغنم يوصل ملايين والماعز توصل أقيام خيالية. زين كل شيء يندر يصير غالي خاصة الفحول. بس اللي سويته طيب التراث الموروث الشعبي ساهم بارتفاع أسعار الحلال ضمن حملات التنافس اللي صارت بين الناس. بالضبط المسابقات. زين بخاري تلقى عندك انت هو لازم عندك 10 من الحلال. اي فيكون عندك ناقص 2 3 فتضطر تجي سعود وتغري سعود بالمال عشان يبيعك عشان تكمل 10 وتنافس تشهر حلالك. أي. فاكيد ساهم الموروث ساهم في ارتفاع الحلال وخدم المربي. تحب الجبن؟ شوية كذي الحين خل الأمور تذوب. أبو خالد أنا فاتح معك مطعم فاتح يا أبرك ساعات والله يا أبو فهد. الطبخ عليك شوف شوف والحساب عندي. بس أبو فهد أنت بعد لازم تطبخ شوي. بس أنا خاف نفقد الزبون. أول دربني وأطبخ. الله يحفظك يطول عمرك ما شاء الله. انت ريال. الله 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 شوف 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 انا معجب نفسي يحق لك لا لا اعوذ بالله يا اخي الاعجاب بالنفس من اسوأ الرزايا. لا خلينا نقول ثقه ثقه ولكن هذه كلها بهذه اي طبعا ان شاء
شوف طال عمرك ما شاء الله، هذه سندويشه ابو خالد. شوف 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 اليوم سوى معي لقاء. شوف 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 ما شاء الله تفضل لك الرحمن ابو خالد. انا ودك اليوم تسوي معي لقاء. سكر وعليك بالعافيه. ها ابو فهد، قبل لا نختم ودي اسمع منك المرثيه. ما تخليها بعدين. ايش كثر عندنا وقت؟ والله يا ابو فهد نسمعها ثم وبعدين نتعشى، لان الحمى يقول لك لازم تريح دقيقتين ثلاث. حاضر يا ابو خالد. هذه تركد هذه الطاسة. نروح؟ يلا. يلا ابو فهد حياك. اتعبناك يا ابو خالد. سامحنا على القصور يا ابو فهد. ما تدري ايامك ان شاء الله يا ابو خالد. اكبر من كذي بوايد. طول عمرك يا ابو فهد. ابي اسمع المرثية. يا اخي مزاجي حزن الحين. مزاجك من الله لا يجيب لك الحزن ولا يجيب للمشاهدين ان شاء الله. حاضر ابو خالد. رغم اني ما جبتها معي بس بقول اللي يقول طرت لي تربة حلو ثراها عسى ربي من الغيمة سقاها طرى لي قبر مجمول التهايا ألا يا وين روحي وعناها أزاور قبرها في كل ساعة وصار القبر غالي من غلاها تزود جروح قلبي يوم اجيها وقبل رملها ويا حصاها اناديها ولا تسمع ندايا ولا تدري بروحي وش لفاها لفاها هم وجروح غزيره حتى العين خايف من عماها الا كيف العزاء وشلون نصبر وجرح الروح مفقود ندواها الا وشلون نسله كيف نسله وروحي زايد فيها بلاها هي اللي دائما تتبع رضايا وانا صافيتها واتبع رضاها ولكن القدر لابد منه واقول اللي خلقها هو خذاها وبقى تذكار حبي للرحيله ثبت بالقلب ما يرحل معاها بقى ذكرى عيونه في عيوني حشى بالله قلبي ما نساها الا يا قبر ما والله ننسى لو ان ام الولد تنسى ظناها الا يا قبر ما والله ننسى لو ان ام الولد تنسى ظناها ألا يا قبر لا تجرح جسدها طلبتك لا تسبب في غثاها حسايف جسمها الناعم حسايف حرام الدود يمشي في حشاها ترفق زينها حذر دماره ألا يا قبر لا ينفذ حلاها يقوله من فقد كل السعادة على فقدانها يكتب رثاها ذكرت اللي جرالي بالقصيدة لجل يدري بحالي من قراها سلامتك. صح لسانك يا صح بدانك صح لسانك صح بدانك. وصلنا الختام طال عمرك وتتفضل على عشاك وسامحنا على القصور. بارك فيك يا ابو خالد ونشوفكم الاسبوع الجاي.